قبل ما نروح للماتش سريعا، واحنا عارفين ماتشات القمه دي بطوله خاصه، ايه رايك في الضغط اللي بتعمل اليومين اللي فاتوا على الكابتن امين عمر؟ لا، ما هو انا سامع ان الكابتن امين عمر بيدي ضربات جزاء كتير قوي للزمالك، وفي نفس الوقت بيقول عليه اهلاوي. تضربت الامور عليه يعني كتر، يعني ربنا يكون في عونه. احنا جبنا الارقام كمان، بقول لك ربنا يكون في عونه. فالنهارده يقدر الكابتن امين عمر يثبت ان خلاص تحكيم المصري بخير، وتقدر مباراه القمه واي مباراه ليها شكل حساس في الدوري او في اي حته، انتهينا بقى موضوع الحكم الاجنبي ده. فهم بايدين الحكام النهارده بالهدوء اللي شفناه. محمود البنا عمل مباراه عظيمه، خدت بالك؟ وبيعمل مباراه احنا كلنا بنشيد بيه، بنقول عليه دكتور في التحكيم، راجل هادي وبيدي قرارات، ما فيش انتماءات، ما تحسش ان في اي حاجه، كل واحد بياخد حقه. فبالنسبه للتحكيم والحاجات دي كلها في ايد الحكم وهدوء الحكم، وما يتاثرش باي كلام. زي ما انت قلت لي دلوقتي ان الدنيا مقلوبه في السوشيال ميديا، عايزين يعملوا اي حاله عشان بس ما لو حسب ضربه جزاء هنا لازم يحسب ضربه جزاء هنا، لو فاهم قصدي. فبيبقى الشكل ده احنا متعودين عليه، مش من دلوقتي يعني، احنا عايزين من زمان قوي يعني، قديمه قوي يعني. فبالتوفيق لكابتن امين عمر النهارده ان شاء الله، وتبقى قمه مصريه باذن الله في كل شيء يعني.